الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في مبادئ العقيدة الإسلامية التي نشرحها مقرونة بأدلتها العلمية. وأعود فأقول لكم إننا نتكلم في الغيبيات، وهي آخر الأقسام التي تشملها مبادئ العقيدة الإسلامية. فما أذكركم بأن الحديث عن الغيبيات هذه إنما يخاطب بها من سبق أن آمن بالله عز وجل، وآمن بنبوة الرسل والأنبياء، وبنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم آمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. فأما من لم يؤمن بعد بالله ولا برسله وأنبيائه ولا بكتبه، فإن من العبث أن نخاطب أي منهم بالحديث عن أشراط الساعة، أو الحديث عن الأمور الغيبية التي تتعلق بالموت وما وراء الموت، أو الأمور التي تتعلق بأحداث يوم القيامة. هذه الحقيقة المنهجية ينبغي أن لا ننساها. كنا قد تحدثنا من قبل عن العلامات الصغرى التي إذا ظهرت فمعنى ذلك أن يوم القيامة قد أصبح وشيكا. ثم بدأنا نتكلم بعد ذلك عن العلامات الكبرى، وهي التي وردت بأخبار متواترة لا يسع الإنسان الذي آمن بالله وآمن بالرسل والأنبياء أن ينكرها. أولها وأبرزها نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم أن هذا يعني أن عيسى لم يموت بعد، وسيموت كما يموت الناس جميعا. نعم، كذلك يعني أنه سينزل بعد أن أخفاه الله من الذين أرادوا قتله ورفعه إلى السماء. سينزل كما قال رسول الله، سينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث. وربما قال قائل ما معنى أنه يكسر الصليب؟ هي يكسر الصلبان كلها؟ لا، الصليب كناية عن المظاهر التي اختلف بها الدين الذي بعث به سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عن الإسلام، وهي ظاهرة غير حقيقية. فإذا نزل عيسى بن مريم ألغى هذا الشيء الذي فرق بين حقيقتين هما من دين واحد. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلغي هذه الظاهرة التي ميزت الإسلام الذي بعث به سيدنا عيسى عن الإسلام الذي أكده محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن الدجال كعلامة ثانية من علامات قرب قيام الساعة، أذكركم بآية ربما استشكلها بعض الناس، هي قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخره. ربما قال قائل ها هو ذا ربنا يقول إني متوفيك، ثم قال ورافعك إلي، والوفاة فيما نفهمه هو الموت، والرفع جاء بعد الوفاة، ومعنى ذلك أن عيسى مات ثم إن الله رفعه إليه. ما الجواب عن هذا الإشكال أو هذا التوهم؟ أيها السادة والسيدات، إن كلمة الوفاة وكلمة متوفي وتوفيت فلان ليست بمعنى الموت حقيقة،
هي كما قال الزمخشري تطلق على الموت مجازا، وإنما كلمة الوفاة والتوفي تعني الاستيفاء. الاستيفاء معنى إني متوفيك، أي إني مستوفيك بكاملك من الأرض، وآخذك بشراشيك بكل ما فيك من بين هؤلاء الناس الذين قصدوا إلى قتلك. فكلمة توفيت حقي، استوفيت حقي، توفيته، فلان توفي، بمعنى أنه أخذ كاملا. ثم إن إطلاق هذه الكلمة على الموت جاء مجازا، وهو من المجاز الشائع كما قال الإمام الزمخشري في كتابه أساس البلاغة. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. والقرآن يفسر بالقرآن، إذا فسرت الوفاة بالموت خلافا للمعنى اللغوي الذي ذكرته الآن فماذا تصنع؟ بقوله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وقد أوضحنا معنى بل وكيف أنها تقع بين نقيضين وأوضحنا ذلك. إذن لا إشكال في أن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ارتفع حيا، رفعه الله بقبضه وقبضه، هذا معنى الوفاة أو الاستيفاء. ثم إن الله سبحانه وتعالى سينزله حكما عدلا كما قل. نعم. والأفكار الأخرى التي يبدل بها بعض أصحاب الفرق في هذا العصر على الناس لا يمكن أن تنطلي على ذي وعي إسلامي وذي ثقافة إسلامية راشدة بشكل من الأشكال. أما الدجال فلنعلم أن كلمة الدجال هذه لقب وليس اسما، يعني ليس اسم هذا الكائن أو هذا الإنسان الدجال، وإنما هو لقب لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والدجل الدجال من الدجل، والدجل شدة الختم وشدة المكر والخديعة. يقول فلان دجال يعني شديد الختم شديد المخادعة والمكر. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة في وصف الدجال، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وكانوا يتحدثون، فقال ماذا تتحدثون؟ قالوا نتذاكر الساعة. قال أما إنها لا تكون حتى تروا قبلها سبع علامات. نعم. ذكر منها الدجال وقال إني أحذركم، وما من نبي بعث إلا وحذره قومه. نعم. ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يظهر من قبل الشر، وأنه أجعد الرأس كأن رأسه جديد، وأنه أعور العين، وأن عينه الواحدة طافية، وقد كتب بين عينيه كافر، وأن في يده نارا وماء. نعم. فقعوا في الذي تكونونه نارا فإنه ماء بارد، ولا تقعوا فيما ترونه ماء فإنها نار محرقة. معنى هذا الكلام يكني رسول الله بكلمة ماء وبكلمة نار عن النعيم الذي يمتلكه ويعطيه بمن شاء، وعن العذاب الواصب الذي يمتلكه ويهدد به أو يعذب به من يشاء. كنا عن النعيم بالماء وكنا عن العذاب بالنار، ونبه وأمر. إذا ظهر هذا الكائن بالنسبة لأناس من بعده ودعاهم إلى مائه فليقعوا فيما يرونه نارا فإنه في الواقع ماء، ولا يقعوا فيما يرونه ماء فإنه في الواقع نار، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدركه عيسى بن مريم
نعم عند اللب فيقتله، يكون مقتل الدجال على يد سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأوضح لنا المصطفى في أكثر من أحاديث واحد أحاديث كثيرة أن الله يمكنه من كثير من الأشياء ويجعل النعيم الدنيوي كله ملك يده وتحت سلطانه، يقتل ويحيي. نعم، والإنسان إذا رأى هذه الظاهرة وظن أنه إله فعلا فينبغي أن يقول له فإن كنت إلها فعلا فامحو هذا التشوه الذي في كيانه له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعور العين إحدى عينيه طافئة جاحظة. نعم، قد شبهه رسول الله وأوضح أن مظهره وشكله سيئان، وهذا ليس من شأن الإله. الإله القادر على كل شيء يبدأ قبل كل شيء فيزيل التشوه الذي يكون على كيانه. ما معنى الفتنة التي قرنها رسول الله بظهوره؟ الفتنة تتمثل في أن الله مكنه من كل شيء ووضع متع الدنيا كلها تحت سلطانه، فمن اتبعه متعه بهذه المتع، ومن أعرض عنه متذكرا وصايا رسول الله تهدده وربما قتله، ومن ثم فإن ظهوره فتنة في الواقع. والفتن التي من هذا القبيل كثيرة جدا، من الآن هنالك دجاجلة بين يدي الدجال، ظهورهم في الواقع فتنة. وكثيرا ما يكون الإنسان المؤمن بالله عز وجل أمام خيارين، إما أن يلتزم صراط الله سبحانه وتعالى وعندئذ يقبل أن يتعرض للأذية، أن يتعرض للفقر، أن يتعرض للمهان ولكثير من الإساءات، وإما أن يربأ بنفسه وأن لا يقبل أن يتعرض لهذا كله. ولا شك أن هذا سيكلفه الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى الفتنة عندما يظهر الدجال؟ ستكون الفتنة عندئذ أشد. نعم، هذا الإنسان ما اسمه؟ الله أعلم، لم يخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إنه يظهر من جهة الشر، يدعي النبوة ثم إنه يدعي الربوبية ويبرهن على ربوبيته بأنه يملك أن يفعل كل شيء. هل يجوز لنا أن ننكر ظهور الدجال؟ لو أنكرنا ذلك لكان هذا الإنكار مزلقا إلى الكفر، لأن الأحاديث التي وردت في الصحيح عن ظهور الدجال أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أي أن كل حديث من هذه الأحاديث درجته لا تزيد على أن يكون مرويا بسند أحد. لكن إذا جمعت هذه الأحاديث الكثيرة كلها رأيتها جميعا في مجموعها الكلي تشكل تواترا معنويا، ولا يسع الإنسان المؤمن أن ينكر خبرا ورد إلينا عن طريق المتواتر. كل ما في الأمر أن الإنسان قد يعني يستغرب شيئا لا يتفق مع ما نؤمن به في هذا العصر أو ما نراه في هذا العصر. كيف يكون الإنسان بهذا الشكل؟ يعني كيف تجري الخوارق على يده وثبت أنه كتب على جبينه كافر؟ هذه الأشياء وبقية الأمور التي وصفه رسول الله بها في الواقع هي غريبة، نعم، لكن غرابتها ليست دليلا منطقيا على إنكارها، غرابتها ليست حجة علمية تبرر لنا إنكارها أبدا، العكس هو الصحيح. الميزان ليس في الغرابة أو عدم الغرابة، الميزان في السند الذي وصلنا منه الخبر، هل هو سند صحيح أولا، هل هو متواتر ثانيا. إذن
الخبر نضعه على العين والرأس ونؤمن به، وإلا فالخبر الذي حدثنا عن قيام الساعة أغرب كما سنجد. الخبر الذي يحدثنا عن تماثل هذا الكون بجباله وأرضه وسمائه وأفلاكه وتحول الأرض إلى غير الأرض والسماوات إلى غير السماوات أغرب وأعجب. فهل هذه الغرابة تبرر علميا الإنكار؟ ما أعتقد أن فينا عالما يقول هذا. نحن فيما يتعلق بتصديقنا أو عدم تصديقنا بالغرائب التي نتبلغها نسمعها ننظر إلى مقياس آخر. ما هو هذا المقياس؟ ننظر من أين جاءنا هذا الخبر، من مصدر نثق به، هذا الشرط الأول. السند سند صحيح يعني متصل إلى منتهى دون وجود شذوذ ولا علة في سنده أو في متنه، ووصل إلينا أيضا عن طريق التواتر يعني أسانيد كثيرة جدا 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 إلى هذا المصدر. إذن هذا اليقين العلمي بالسند يبدد الغرابة بالمضمون، لا قيمة للغرابة في هذه الحالة بشكل من الأشكال. وإذا ينبغي أن نؤمن به. انظروا إلى دعاء رسول الله دائما في كل صلاة قبل السلام، هذا دعاءه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل إلى فتنة المسيح الدجال، لكنه كان مع ذلك يستعيذ بفتنته ليعلمنا نحن، ولكي نكون دائما على حذر، ولكي نتقي الله سبحانه وتعالى ونحصن أنفسنا ضد فتنة المسيح الدجال. هذه هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة من العلامات الكبرى أيها السادة والسيدات ظهور تلك الخليقة التي سماها الله في قرآنه يأجوج ومأجوج. نعم، هذه علامة أيضا من علامات قرب قيام الساعة الكبرى التي لم تظهر بعد. أين يتحدث القرآن عن يأجوج ومأجوج؟ في مكانين. المكان الأول قوله سبحانه وتعالى، قال أي الإسكندر: هذا رحمة من ربي. عفوا قبل ذلك، نعم، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني جبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا بهذا السبب. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي هذا السد جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذه قصة لخليقة موجودة منذ أقدم العصور سماها القرآن يأجوج ومأجوج، والتجأ إليه من كانوا على مقربة من هذه الخليقة، التجأوا إلى الإسكندر. والصحيح أن المراد هنا الإسكندر المقدوني كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، فطلبوا منه أن يبني لهم سدا يقيهم شرور هذه الخليقة إلى آخره. إذن هذا هو المكان الأول الذي تحدث عنه، تحدث فيه بيان الله سبحانه وتعالى عن يأجوج ومأجوج. المكان الثاني يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين لا يؤمنون إلى آخر الآية. هذا مكان، هذا نص آخر: حتى إذا فتحت أي السبل، أي
انهار السد الذي بناه الاسكندر حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، اقترب ميعاد قيام الساعة الذي هو حق لا يأتيه أي باطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن ينبغي أن نؤمن بهذا الذي ذكره القرآن، لكن ما هي يأجوج ومأجوج؟ هل هم من البشر؟ هل هي خليقة أخرى؟ من أي فصيلة هو؟ أذكركم بأننا نتلقى هذا الأمر من قناة غيبية، وقناة المعارف الغيبية تكون محصورة بمقدار الخبر الذي ورد إلينا. الخبر الذي جاءنا يقول إن هنالك خليقة من الأحياء سماه الله يأجوج ومأجوج، وسكت بعد ذلك عن التفاصيل، فلم يوضح لنا أهي من البشر أم من غير البشر، أهي من الحيوانات العجموات أم من الجان أم من أي شيء، لم يذكر لنا ذلك. إذا نمسك عما سكت عنه البيان الإلهي ونؤمن بما ذكره لنا، هذا هو المنهج العلمي بالتعامل مع الأمور الغيبية. ولولا أن القرآن حدثنا عن يأجوج ومأجوج هذا لما وضعنا إيمانهم في عقولنا أبدا، لكن أما وقد أخبرنا الله بهذا القدر بهذا الشكل إذن لا بد أن نؤمن. فعندما نصغي إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الخليقة لا نجد أنه يضع النقاط على الحروف في أصل هذه الخليقة ومن وما هي أشكالهم مثلا، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، لكن ورد في الصحيح أنهم يجوبون الدم ويصلون إلى بحيرة قبرية، نعم، ويصل آخرهم إلى بحيرة قبرية وقد جفت، فيقول آخرهم لقد كانت بهذه البحيرة يوما ما، نعم. انظروا هذا الكلام يدل على كثرتهم الهائلة جدا، تصل يعني طلائعهم الأولى إلى بحيرة قبرية فيشربونها وتجف، حتى إذا وصلت الفئات الأخرى منهم إلى النهاية تكون هذه البحيرة قد جفت ولم يبق فيها ماء، فيتأملون قائلين لقد كانت في هذه البحيرة أو في هذا المكان مرة ما. ثم إن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم ما يشبه وباء من الأوبئة، والعلماء يقولون ربما يفسرونه بفيروس معين يرسل جراثيم معينة تهلك هذه الخلائق كلها. هذا أيضا شرط من أشراط الساعة الكبرى التي أنبأنا الله سبحانه وتعالى عنها، والتي يجب على الإنسان الذي آمن بالله ثم آمن بنبوة الرسل والأنبياء وآمن بالقرآن أن يؤمن بها، لأن الله أخبرنا. أنا أحب أن أقول لكم شيئا، بعض الناس يفكرون ثم يفسرون يسقطون كلمة يأجوج ومأجوج مثلا على الصين ومن يعيشون هناك، هنالك من يفسرون كلمة يأجوج ومأجوج بالمغول والتتر الذين انساحوا وانتشروا في العالم الإسلامي والعربي قبل قرون مضت. هذه التفاسير كلها باطلة، لأن ينبغي أن نعلم بكل بساطة ظهور يأجوج ومأجوج يأتي بعد نزول الإنسان ويأتي بعد ظهور الدجال الأول، ومن ثم فهذا أوضح دليل على أن يأجوج ومأجوج لا يفسرون بالمغول ولا يفسرون بالتتار ولا يفسرون بهذه الخليقة التي تعيش في الصين، هؤلاء البشر الذين هم أمثالنا، كل ذلك غير صحيح. وأنا أنصح بأن نكون علميين فيما يتعلق بالأمور الغيبية ومسألة يأجوج ومأجوج واحد منهم، وأن لا نوسع ساحة البحث أمامنا أكثر مما يقتضيه المنهج العلمي. أخبرنا الله بهذا نؤمن به،
عندما تظهر هذه الخليقة ظهورها سيفسر ظهورها سينهي كل لجج في الحديث عنها. فلنمسك عن الحديث عن هذه الخليقة ولا داعي إلى أن نفكر ونتأول لعلها كانت المغول، لعلها كانت التتار، لعلهم فلان، لا لا داعي إلى هذا. لا تفكر لأنك ربما ستقحم نفسك في خرافات، ربما ستقحم نفسك في أشياء وهمية غير حقيقية. احصر نفسك من هذا الأمر في المجال الذي يجب عليك أن تحصر نفسك فيه. ومالك خلق اسمها يأجوج ومأجوج نؤمن بها، وظهورها شرط من أشراط الساعة نؤمن بذلك، وهذا لم يظهر بعد نؤمن أيضا بذلك. وعندما تظهر هذه الخليقة سيعلم ظهورها عن نفسها وسوف نعلم عندئذ كل شيء. هناك شرط آخر من أشراط الساعة الكبرى، ظهور ما سماه القرآن دابة الأرض. هكذا قال الله، قال فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. لاحظوا كلام الله عز وجل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. يا ربي ما هي هذه الدابة؟ الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، فنحن من دوابها، وبقية الحيوانات العزموات من دوابها، والزواحف من دوابها، والحشرات من دوابها. ولم تزيد الآية على أن قالت وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. يمكن أن تكون هذه الدابة التي تخرج من الأرض رجلا من الناس مثله، ويمكن أن يكون من فصيلة أخرى، ويمكن أن يكون شيئا لا نعرفه ولم نراه ولم نرى هذا النوع من قبل. المهم أن الله أخبرنا عن شيء وسمى هذا الشيء دابة الأرض. إذن ينبغي أن نعلم أن هذا الشيء سيظهر، وأنه علامة من علامات قرب قيام الساعة. هذا كل ما ينبغي أن نعلمه. وقد أنبأنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الدابة تكلم الناس وتصف المؤمن بأنه مؤمن والكافر بأنه كافر. نعم. ومن ثم بعد ذلك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما قال الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العلامة هي حلقة في سلسلة العلامات الكثيرة. عندما تظهر لا تدع مجالا لشك عند متشكك، أو لريب عند مرتاب، أو لكبر عند متكبر. هذه العلامات إذا ظهرت تبدد الكبر، تبدد الشكوك، تبدد الأوهام، تبدد إعراض الإنسان عن الله من أجل المتع، وعندئذ تجد أن الناس كلهم قد انصاعوا. ما قيمة الانصياع عندنا؟ التوبة لا فائدة عندما يكون صاحبها مشدودا إلى الدنيا، مشدودا إلى متاعه وأهوائه، ومع ذلك يؤثر الرجوع إلى الله على الركون إلى شهواته وأهواته. تلك هي التوبة وتلك هي قيمته. فأما عندما يجد الإنسان نفسه محاطا بهذه العلامات التي جعلته وجها لوجه تقريبا أمام الحدث الأكبر الذي سيقع عما قريب، فإن قيمة التوبة عندئذ تتبدد كما هو واضح. أيها السادة والسيدة، هذه طائفة من العلامات التي ستظهر عند قرب قيام الساعة، عندما تدنو الساعة جدا، ويجب على المؤمن أن يعتقد ويجزم بها. وإن قال فينا قائل هذه أشياء غريبة، ونحن نجد أن عقولنا لا تطاوعنا في الإيمان بها، المسألة بسيطة. أولا، كما طاوعك عقلك بالإيمان بالله والإيمان بنبوة رسوله والإيمان بأن القرآن هذا كلام الله، هذه ثمرة لذلك الإيمان. وإذا غرست النبات في الأرض لابد أن تستقبل الثمرة في أعلى هذا النبات، لا شك في ذلك.
هذا شيء. شيء ثاني، ألم تجد كيف تحققت العلامات الصغرى؟ ألم تكن غريبة من الإخوان؟ كما تحققت العلامات الصغرى بالأمس واليوم ستتحقق هذه العلامات الكبرى غدا. نعم، لعل كلام رسول الله كان غريبا أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة وعاء الشاء يتطاولون في الجنة، لكن ها هو ذا قد يقول. ولقد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الذين قال ستعود أرض الجزيرة العربية مروجا وأنهارا، هذا صحيح، صحيح مسلم. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كانت أرض الجزيرة العربية قاحلة، ولم يكن أحد يتصور أن هنالك مقومات مناخية ستحول هذه الأرض القاحلة إلى مروج وأنهار، لكن ها هو ذا قد وقع ذلك اليوم. ها هي في أرض الجزيرة العربية قد تحولت إلى مروج وأنهار وإلى نباتات تخضر فيها أنواع كثيرة من الخضار والفاكهة ونحو ذلك. ولذلك تم، والإنسان كان يعجب لهذا الحديث قبل وقوعه ثم وقع. كذلكم هذه الأنباء الأخرى القرآنية أو النبوية التي يحدثنا الإسلام عن العلامات الكبرى أيضا ينبغي أن لا نستعظمها، كما وقعت تلك بالأمس ستقع هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا به عز وجل وأن يوفقنا للسير على صراطه، وأستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم.